إذاعة تونس تعيش معك. يا بنيتي جرس، يا بنيتي جرس، اليوم كي غدوة كي بعد غدوة نفس الألوان، نفس وجيعة دمعتي جمدها برد الفجاري، وجهي كل ثانية فيه تحكي سنين تعبي. يا بنيتي جرست، يا بنيتي جرست، هم الزمان رزمنا على ظهري، حملي كبير صيفي كشتاية وخريفي كربيعي. يا بنيتي جرست، يا بنيتي جرست، على خاطر دفاف القلوب والخير مزروع فينا، وعلى خاطر العشرة عندها ناسها، وعلى خاطر العشرة عندها ناسها. الإذاعة التونسية وبالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي يأملوا حملة لجمع تبرعات لفائدة متضرري موجة البرد. يمكنكم الاتصال بالخيمة المعدة للغرض بجانب محطة الحافلات بالبساج أو بمختلف مراكز الهلال الأحمر بالجهات، أو التبرع مباشرة على الحساب الجاري للبنك التونسي بتي 508-508-508-508. العشرة عندها مالها. إذاعة تونسية تعيش معك.